أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية الحفل الختامي لمسابقة فيرست ليجو الدولية بمصر للطلاب من سن 9 إلى 14 عاماً، كان ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم، فإليكم هذا التقرير. مركز القبة السماوية بيحاول في معظم الأنشطة بتاعته إن هو مش بس يقدم أنشطة ليها علاقة بزائري اليوم الواحد، الأطفال والشباب اللي بيجوا يزورونا ياخدوا واحد من البرامج اللي بتاخد جزء من اليوم أو اليوم الكامل، لا بنحاول كمان إن احنا ننظم برامج طويلة بتربط الأطفال والشباب بينا ربط أقوى، وفي نفس الوقت بتتيح لنا إن احنا ننمي المهارات اللي عندهم دي بشكل أكبر. واحدة من المسابقات دي اللي القبة بتنظمها هي مسابقات فيرست ليجو ليج، المسابقات اللي بتهتم بالروبوتكس، وهي مسابقة دولية بتنظمها شركتين عاملين اتحاد ما بينهم، شركة فيرست وشركة ليجو، والسن الجونيور منها اللي هو سن من 6 ل 10 سنين هي المسابقة اللي احنا بنشوفها النهاردة في المكتبة. فيرست ليجو ليج بتنظمها ما بين مكتبة الاسكندرية وتكنو فيوتشر مصر، بقالنا 6 سنين بتقام في مكتبة الاسكندرية. المسابقة بتعني بالتصميم الروبوتات وحل مشاكل خاصة بالمجتمعات. نشعر أنه من المهم جدا وجود مثل هاي الفعاليات، ومن المهم جدا تدريب الأطفال من الأعمار المبكرة وإكسابهم مهارات القرن 21 وتنمية مهارات التفكير الناقد، التفكير الإبداعي، تنمية مهارات العمل التعاوني والعمل الجماعي، وإكسابهم القدرة على حل المشاكل والتحديات اللي بتواجههم. المسابقة دي المرحلة العمرية بتاعتها من ست سنوات إلى 10 سنوات، ودي مرحلة عمرية يعني زي ما حضراتكم شايفين في القاعات، من اولى ابتدائي رابعه ابتدائي، ان هم يتكلموا بيتعلموا ميكانيكا وبيتعلموا بروجرامينج وبيتعلموا ديزاين وبيتعلموا ازاي حد كمان حل مشكلات، وان هو يكون عنده ابتكار وابداع ويجيب لنا حل المشاكل بطريقه ابداعيه جديده. كان بيعملوا لوحه شرح للمشروع بتاعهم، وفي لجنه تحكيم بتحكم لهم، وبيتم عمل اختبارات ليهم ليها علاقه بالتيم ورك والكور فاليوز بتاعت المشاريع وكده. اسم فريقنا بايو هيروز، احنا عاملين بيتكلم على سمارت سيتي، واللي كان جوه السمارت سيتي ده سمارت باركينج ومصنع وبيت بيعمل بايو جاز واعاده تدوير، ومصنع بيعمل اعاده تدوير من البلاستيك للبنزين. احنا بنحل مشكله السياح، احنا هنعمل تطوير للسياحه. فاول حاجه عملنا احصنه في البوم تاون بتاعتنا عشان الناس تركبها وتتفرج على الاهرامات وكده، وحطينا تلفريك عشان الناس تشوف الاوتيل وتشوف الاهرامات من بعيد والنيل. وانا مبسوطه جدا ان انا شاركت في المسابقه. لما بتشوف الكلام ده كله، وحتى الحكام اللي بيجوا اللي بيبقوا جزء منهم عباره عن خبراء في شركات ليها علاقه بالتكنولوجيا، او حتى اولياء امور او مدرسين، بتديهم طاقه ايجابيه لسنه بحالها، واحنا معاهم. وصادف ان المسابقه بتبقى في يناير، فبتدينا طاقه للسنه كلها. السنه دي اكبر عدد تجمع لفرق في تاريخ المسابقه. الايفنت ده فيه 400 فريق، وده رقم تقريبا اكبر ايفنت معمول في الشرق الاوسط، من 16 محافظه موجوده في مصر. عندنا 2800 طالب، في 10,000 زائر بيزوروا الايفنت ده على مدى 3 ايام. المجهود اللي معمول من الاطفال والابداعات اللي احنا شفناها حاجه يعني ابهرتنا فعلا، ومصر هتكون باذن الله يعني مستقبلها جميل جدا بالولاد اللي موجودين في المسابقه دي باذن الله. الحمد لله اليوم معدي كويس، وامل ان من الولاد دول يطلع شباب يغير في مستقبل بلدنا للاحسن ان شاء الله.
ضمن فعاليات مكتبة الإسكندرية، نظم مركز المخطوطات بالمكتبة دورة المخطوطات والخطوط العربية، كان ذلك بالقاعة متعددة الأغراض بمركز المؤتمرات. دي دورة إحنا بنعملها كل سنة بالتعاون ما بين مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز المخطوطات ووزارة الآثار. بيجي مجموعة من المتدربين في الوزارة، كويس، احنا بنديهم هنا دورة لمدة 4 أو 5 أيام، بنعرفهم ايه هو المخطوط، شكله عامل ازاي، ازاي اعرف ان الاثر ده مخطوط وازاي اميزه عن الوثائق الاخرى. كان من المهم انه يبقى فيه يعني جزء عن الوثائق باعتبار الصلة بين الوثائق والمخطوطات. فالمحاضرة عن تقديم معنى الوثيقة واشكالها واهميتها ودورها اللي بتلعبه في الحياة اليومية، بحيث ان ده بيساعدهم كتير في الشغل بتاعهم، يعني في المنافذ الأثرية من مطارات او مواني او غيره. وحاولنا بقدر الامكان ان نعطي بعض النماذج لكي نعطي فكرة للمتدربين. نظمت مكتبة النشر بمكتبة الإسكندرية ضمن فعالياتها لأنشطة نصف العام ورشة عمل لتنمية المهارات للشباب من عمر 12 إلى 16 عام. أنا عبد الرحمن عيسى، بروجكت مانجر بي تي جي اللي هو بريدجينج ذا جاب. ده بروجكت بيتعمل هنا بالتعاون مع الواي بي تقريبا من 2015، وده السنة الخامسة ليه هنا جوه المكتبة. أول حاجة بنشتغل على سوفت سكيلز مع الناس اللي هي سنها 12 و16 سنة. النهاردة أنا بحضر برزنتيشنز وسيشنز عن السوفت سكيلز وإزاي أنمي المهارات بتاعتي. تاني حاجة بنشتغل معاهم على حاجة زي الكوميونيكيشن سكيلز، بندي شوية ساينس بشكل مبسط أكتر. النهاردة اتكلمنا عن الكوميونيكيشن بشكل عام وإزاي أقدر يكون عندي كوميونيكيشن كويسة مع ناس في مختلف الأعمار وهكذا. بنشتغل على 3 stages. أول stage بتبقى بنجهز الولاد لسه في الأول، تاني stage بتبقى advanced شوية برضو بتبقى soft skills، الستيج الأخيرة بنبدأ نشتغل معاهم على حاجة زي graduation project إن هم يبتدوا يطبقوا اللي أخدوه بس بشكل علمي اللي هو science communication اللي أنا لسه متكلم عنه. فادتني كتير جدا، بقى عندي زي شجاعة إن أنا أقف أتكلم قدام عدد كبير من الناس مع إني مش بالشكل ده، وخلتني اقدر ان انا اعتمد على نفسي واعمل ريسيرشز كتير واتعامل مع ناس كتير واعرف حاجات كتير ما كنتش اعرفها في الاول. يعني فكره 2019 السنه دي كانت افتر وورلد وور 3 اللي هو يعني ان كيس ان قامت حرب عالميه ثالثه، فازاي هم الشباب دول وهم لما يكبروا يقدروا ان هم يتخصصوا في مجالات معينه يبتدوا يقوموا من اول وجديد تاني بالعالم. مشاهدينا، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللتعرف على كل ما هو جديد بالمكتبة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org، وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة الإسكندرية.